شايفين الصابون وجمال الصابون، شايفين الطول بتاعه، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين الكمية كمان، 15 جنيه بس عملت الكمية دي كلها. يلا بقى حبيبة قلبي، اللي عايزة تعرفي طريقة الصابون والبريل السايب تقولي معايا على الفيديو وشوفي عملناه مع بعض ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل اي حاجة حابة اقول لكم وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بقى كل حبايب قلبي اللي طلبوا مني طريقة الصابون السايل، انا جيت لكم هو تعمل لكم بقى الوصفة بكل سهولة. انا جبت معايا وجبة الصابون اهي اللي هبدأ اعمل بيها. وجبة الصابون دي بص مكتوب عليها يخفف في 8 لتر مية، انا بعملها في 10 لتر عشان ما بقاش كدابة. اهي الجركن اللي قدامي ديت، ده جركن 5 لتر وده جركن 5 لتر. انا جايبه البتاع ديت مش مكلفاني غير 15 جنيه، انا شاريها من بتاع المنظفات، قلت له انا عايزه وجبه صابون او مركز صابون سايل ماشي للاستخدام المتعدد، يعني مش للمواعين فقط لغير، يعني ممكن تحطيها مع الاريال بتاعك في الغساله، للهدوم، للارضيات، لاي شيء. انا بفضل ان انا اجيبها بالليمون ماشي. شوف بقى هوريكم المكونات بتاعتها من جوه عباره عن ايه. اول حاجه ده الصابونه، ده المركز بتاع الصابون نفسه، بصوا اهو، ودي البودره اللي هي ريحه الليمون ماشي. نفتحها بقى مع بعض ونشوف هنعمل ايه. نفضي بقى المكونين الاثنين بقى على بعض كده زي ما انتم شايفين اهو. بس يا روح ماشي، افتح بقى الصابون بتاعي اهو، افضيه هو كمان. بسم الله، قبل ما نبدا اي حاجه كده لازم نقول بسم الله عشان ربنا يبارك لنا كده في حاجتنا وتطلع معانا كده جميلة اهي. تمام كده ماشي. معلش بقى رفا مغلباني. بص دلوقتي الحاجة بتاعتي هقلب بقى خالص كده لحد كل المكونات دي ما تتجانس مع بعضها خالص 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 وتبقى لون واحد زي ما انتوا شايفين كده. شايفين كيكة بعمل كيكة، بدل ارد فيها ارد فيها كده لحد ما كل المكونات تلف بعضها خالص، ما يتفضلش معايا بودرة ابدا. زي ما انتوا شايفين ازاي اهي، مكان وراها وراها كده. لو عندك مضرب ممكن بالمضرب عايز، انا مش هفصل الفيديو عشان خاطر تشوفوا معايا خطوة بخطوة. معلش الشباب بتاع طرطش مني ازاي. تمام، ما هوش صعب ولا اي حاجة ومش مكلف، يوفر عليا كتير 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 يعني بصراحة. شايفين اهيت، حد اجيب بقى المية بتاعتي هضيفها شوية بشوية، يعني نص لتر في نص لتر كده او لتر في لتر واقل. هو طبعا مش هيتقل معايا دلوقتي، انا لما اخلص خالص هتشوفوا دلوقتي ايه اللي هيحصل. ما احطش الميه بتاعتي كلها مره واحده، اهو زي ما انتوا شايفين كده، شايفين الرابو اللي طلعت على الوش ما شاء الله يعني. والله ما شاء الله، دي مش اول مرة اعمله طبعا، بستخدمه على طول ما شاء الله على الرغوة بتاعته. والله العظيم بغسل بيه، بحطه مع الاريال في الغسيل بتاعي مع في هدوم الاولاد، والله ما شاء الله على ريحة الليمون فيه، والله ما شاء الله.
ادي كده اول ازازه معايا خلصتها، هدوم برده تاني. هو مكتوب 8 لتر، الاثنين اللي معايا دول 10 لتر، انا هحط ال 8 لتر اللي هم مطلوبين، بس انا لنفسي انا بخففه ما بسيبوش كده. شايفين بصوا القوام بيتقل معايا اهو ازاي اهو، بصوا جميل جميل جميل، يعني موفر وبيكلفنيش كتير. ايه 15 جنيه، 15 جنيه وشوف هيكفيكي كام شهر غسيل مواعين وغسيل هدوم وغسيل الارضيات وتليم الحوائط. شوفي بقى متعدد الاستخدام، هو مكتوب عليه اصلا متعدد الاستخدام. ممكن برضو فيه برسيل جل، فيه معطر، فيه كذا حاجة، تروحي لبتاع المنظفات الحاجة اللي انت حباتي. هحط بقى بقية الكمية اللي انا عايزاها، 8 لتر الكوباية دول، الازازة ديت 10 لتر، الازازتين الاتنين دول 10 لتر. هسيب بقى دول ان هم ايه اللتر بتاعي الزيادة، شلت اللترين الزيادة، مع انه كده انا حطيت حوالي 9 لتر تقريبا، يعني 9 لتر، هو مكتوب 8 لتر عالية، لان كده حطيت 9. هتشوفي بقى القوام بتاعي يبقى عامل ازاي. انا مش راضي افصل الفيديو معاكو علشان انت لسه بتتفرجي ما حطيتيش اللايك، حطي اللايك، حطي اللايك، ما تستخسريش فيا اللايك، دول شويه صابون يستاهلوا احلى لايك بامانه يعني. اه بصي الرغوه اصلا اللي على الوش، بصي بصي الرغوه جميل، ما تستخسريش بقى فيا اللايك بعد الفيديو الجميل ده. نقلب كده لحد ما الاقيه بقى شفاف، بصوا بصوا هوريكم دلوقتي لحد ما يبقى شفاف كويس جدا، اللون الاصفر الجامد منه يروح ويبقى شفاف زي البريلا فيبا والبريلا العادي خالص اللي بالليمون اهو، بقى شفاف خالص ازاي اهو. هسيبه بقى من ساعتين لثلاث ساعات، انا كده خلصت اهوت الخلطه بتاعتي، هسيبه بقى كده في الطبق البلاستيك بتاعي دوت او في الجردلي، هسيبه من ساعتين لثلاث ساعات، بعد كده هلاقي القوام بتاعه تقيل خالص وما شاء الله بقى جميل خالص، ابدا بقى اعبيه في الحاجه بتاعتي اللي هستخدم فيها. ماشي حبيب قلبي؟ اه شايفين؟ شايفين بقى شفاف ازاي وجميل؟ اه جميل جدا جدا. اه بس الرغوة في ايدي عاملة ازاي، بصوا 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 الرغوة، بصوا الرغوة، بصوا ما شاء الله ما شاء الله، يعني ده انا لسه كمان، ده انا لسه ما تفعلش كويس ولسه هيتقل معايا. جميل جميل جميل، يعني انا عشان اغسل ايدي دلوقتي، بصوا عشان اغسل ايدي دلوقتي شوفوا اغسلها كم مرة علشان خاطر البريلا يروح من ايدي. ثواني كده، والله ما شاء الله ايديا مش راضي البريلا يروح منها، وجميل جدا جميل جميل جدا. انا هوريكم اللون الشفاف بتاعه برضه في الكوباية علشان اللون بتاعه مش باين كده، وريكم قد ايه هو جميل اهوت. بصي بصي اللون بتاعه، بصي 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 البريل بتاعي، شايفة شايفة اللون بتاعه جميل ازاي، حاجة كده موفرة جدا جدا. بصي هسميها كده، بصي بصي الكوباية، انا وريت الكوباية اهيت شوفوا قبل ما اشطفها بتلمع، من قبل ما اشطفها منه اشطفها لكم واوريكم. والله البريل اللي مراضي يروح منها، ادي الكوباية، بصوا الكوباية بتلمع ازاي، والله اكني لسه شاريها جديدة. بصوا سامعين صوت
سامعين صوت النظافه؟ بصوا شوفوا لسه بريل اللي بيروح ويجي منها كمان، يعني لما بعمل بيطلع بريل تاني من قوته. ده انت كمان هتعملي الكميه دي وتخففيها، كمان هتخففيها يعني مش هتستعمليها على طول. بعد هسيبه بقى كده واما اجي اعبيه هوريكم القوام بتاعه بقى عامل ازاي. ولو وصلت لحد هنا يا حبيبه قلبي ما تنسيش اللايك، ولو لسه ما اشتركتيش فرحيني بالاشتراك الجميل بتاعك. وعايزه بقى اللي يعجبه الوصفه تعليق جميل منكم، لان التعليقات بتاعتكم بجد بجد بتفرحني. يلا ارجع لكم بعد 3 ساعات باذن الله. انا كده جيت يا حبايبي اهوت بعد ما عدى بالظبط 3 ساعات. بصوا السبك بتاع البريل بتاعي شايفين، بصوا ما شاء الله ما شاء الله. يعني انا كمان اهو تقيل وجميل، بصوا بينزل اكنه عسل نحل، يعني سمك كده عسل النحل بتاعك اهو. انت بقى تعبيه بقى في ازايز، تعبيه في جراكن، تعبيه زي ما تعبيه. وانا كمان مخففاه، انا المفروض كنت احط 8 لتر ميه على العبوه اللي انا جايباها، على الكيس اللي انا جايباه بتاع الصابون السائل. انا جبت بالظبط حطيت 9 لتر وزياده عن 9 لتر، يعني تقريبا دول 9 لتر ونص ميه. وهو بيتخفف مثلا في، وكمان هخففه عن كده، انا عمري ما استعمله كده، انا بستعمله يبقى زي الميه كده وخفيف اهو. ما شاء الله ما شاء الله. يا رب بقى الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. انا نزلت الفيديو ده مخصوص عشان ناس كتير حبايب قلبي طلبوه مني اهو. بصوا شوفوا تقيل ازاي، شوفوا المعلقه تمشي فيه بصعوبه من تقله، ما شاء الله ما شاء الله. يعني اهو يا رب بقى الطريقه ديت سهله جدا اهي، مش صعبه وهتوفر عليكي جدا جدا. ب15 جنيه عملت قد ايه، يعني لو مشروع هتعمليه في البيت مشروع مربح جدا. فيا رب بقى الفيديو يعجبكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ويا رب اكون دفعه خفيفه على قلبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.